يا مساء الامل والعمل، يا مساء التفاؤل والانجازات. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم طريق النجاح، وهكون معاكم انا محمود النحاس. في الحقيقه اي نجاح في الدنيا بيبدا بفكره، فكره مكتوبه على ورق بتتحول لواقع مرئي ملموس محسوس على ارض الواقع. في حاجة دايما بقولها، حاول وعافر دايما انك تبحث عن بصمتك لانها مصدر وسر نجاحك. هذه البصمة خليط من المبادئ والثقافة والاسلوب والدين والقيم والمبادئ. هذه البصمة نتاج لسماتك الذاتية والشخصية، وده بينعكس بشكل كبير على استراتيجية حياتك وشخصيتك. النهاردة عنوان حلقتنا هندخل على طول كده سريع وحامي، لان معانا شخصيتين بسم الله ما شاء الله، يعني كل واحد فيهم اثبت نجاحه في مجاله. العنوان بتاع الحلقة النهاردة، ازاي تكون شخص ناجح وتخطط لحياتك وتوصل لهدفك. برحب بضيوفي في برنامجنا طريق النجاح، برحب بضيفي العزيز استاذ محمد رمضان. برحب بك يا استاذ محمد. حبيبي حوده، منور الدنيا ومبروك البرنامج ومنور مكانك الصحه والجمال، وتحياتي ليك. منور بك يا استاذ محمد. الله يخليك. وبرحب بضيفي استاذ علي العربي، اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا يا استاذ محمود، ودعواتي ليك بالتوفيق. وطبعا البدايه في شهر كريم وايام جميله جدا، كل عام والشعب والامه الاسلاميه بخير وسعاده، وطبعا يا رب دايما يكون التوفيق حليفك. وانا مش هقدر اتكلم في المقدمه اللي انت قلتها، لكن يعني لازم بس اقول لك على حاجه. اتفضل بس اشوف حلقتك. شوف بس الناس ما بتستغربش الحلقه، ان احنا اصحاب وما ينفعش نطلع هوا مع بعض اصلا، فاستحملونا. بس طبعا يا جماعه دي الفكره. طبعا استاذ محمد طبعا غني عن التعريف، طبعا رئيس مجلس اداره شركه جو ميديا، بالاضافه كمان طبعا قدم برامج، من ضمن البرامج بتاعته كان رمضان يجمعنا، وبرده كان من ضمن الحلقات الجميله اللي احنا يعني كانت جمعتنا مع بعض قبل كده. كنا طلعنا حلقه في رمضان يجمعنا، كانت رمضان 2021 تقريبا. لا كانت 2019 قبل الكورونا. ده انت ذاكرتك ما شاء الله قبل كده. الكورونا صح. عايزين بقى ندخل سريع في الحلقه. قول لي بقى طبعا، يعني عرفني بنفسك، طبعا الناس عارفينك طبعا، بس عرفني بنفسك وقول للناس بقى، طبعا انت مختفي ليه بقى لك فتره؟ مش مختفي، لا مش مختفي، لا. طب قول لي سلام المشاهدين بقى. ماشي، انا محمد رمضان، منتج فني واعلامي اللي عارفيني. مش مختفي ولا حاجه، هي بتبقى مراحل، كل فتره في حياه الانسان بتبقى مرحله، المرحله دي بتبقى لها حساباتها، احيانا بتبقى صح، احيانا بتبقى ما فيهاش توفيق، بتعيد حساباتك من تاني، بتشوف الصح ايه من تاني، فبالتالي ممكن تبعد عن مكان شويه ترجع له بعد فتره او ما ترجعلوش، وهكذا. فهو مش اختفاء، لا، اذا كنت مختفي من نقطه معينه، لا انا ظاهر في اكتر من نقطه تانيه، ما فيش مشكله. فهو مش اختفاء، لا هو متواجد، ولكن ممكن تكون بعيد عن اعين بعض الناس في مكان ما، ولكن انا موجود في مكان تاني. ممكن يكون بيحقق عنصر الاختفاء والتمويه، لان انا هو بس الفكره كلها دعايه رمضيه دي يعني ولا ايه؟ هو ايه يعني؟ خلي بالك بس عشان ما تركزش مع كلام علي. علي ده قاموس. علي ده قاموس، وعارف يعني ايه كلمه قاموس يعني. وانا جاي لك بقى دلوقتي، انا هسالك سؤال. اتفضل. قول لي بقى، انت طبعا بسم الله ما شاء الله عليك في سن صغير وحققت تحديات ونجاحات كتير، من ضمن النجاحات ديت لما تابعتك على مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ان انت مؤسس شركه اسمها جولد ستار. احكي لي بقى عنها واحكي للمشاهدين الفكره جات لك منين. انا كده اتسلمت للدرعيه. طيب خليني اقول لك الفكره بسيطه خالص. يعني هو الانسان مننا ما دمت تفكر، اذا انت تعيش، اذا انت يعني ادمي، اذا انت موجود. فما دمت انك في الوجود فلابد ان تعبر عن تواجدك. والتواجد قد يكون، يمكن انت كنت لسه في بدايه حلقتك بتعتب على اخي الاكبر وصديقي العزيز. قاموس هيشتغل، قاموس كده هيشتغل. خليني اكمل. ان لم يكن استاذي الاخ الفاضل محمد رمضان، منتج فني محترم يعني واشهد له، انت كنت في بدايه حلقتك بتعتب عليه يعني على فكره الاختفاء. هو قد يكون مش مختفي بقدر ما انت شايفه، مختفي في زاويه معينه، مختفي عن الشاشه يعني غير مرئي للجماهير، لكن هو متواجد بكنترول صانع لنجوم.
اذا برضو ممكن اكون انا صامت، لكن لدي فكرة استطيع ان يعني ادرسها من كل جوانبها حتى تحقق ما احتاجه من نتائج، اقدر ابص على مؤشرات النتائج. ان ادتني ريتش نجاح 90% ابدا اقول صباح الخير انا موجود. ما ينفعش اقول انا موجود وفرح، ده نفخ بلالين مش انتاج ماتيريال. اما فكره بقى جولد ستار ده قاموس. انا اسال سؤال، انت دلوقتي متحدث باسم محمد رمضان. محمد رمضان بسم الله ما شاء الله شخصيه وكاريزما والله كاركتر، يقدر ان هو يتكلم عن يحكي لي عن الشركه. والله العظيم والله هكلمك. احنا قلت لكم والله ما ينفع نبقى واحنا الثلاثه بس. انا والله ما انا ساكت، خلي بالك الشركه. انا ساكت. جولد ستار دي مجموعه جولد ستار تمام، تمتثل يمتثل مجلس ادارتها عفوا في شخص العبد الفقير لله اسمه علي العربي. جولد ستار مجموعه فيها اي سيرفيس ايل لجامعه تدوير الخدمات والمخلفات البيئيه المتكامله مختصه بالشان البيئي، بها كوافير رجالي على شغل المستحضرات تجميل على لا خلينا في المخلفات الصناعيه بعد اذنك هكمل. انا هقول لك اسم المجموعه ماشي وافروعها وبعد كده حضرتك يعني يا عم سهلها انت سلمتيني الاضاءه هسهلها لك علي اي حاجه فيها بزنس دايس مش يعني انا عندي مش هسهل لك الموضوع يعني. بص انا يقال مش هكلمك على مزارع المانجا ولا اكلمك على الحاجات دي كلها. لا وصابون وما شاء الله. خليني بس اقول لك حاجه انا يعني بحب التحدي. انا من الاشخاص اللي بتعشق التحدي، لكن التي لا يكون به مخاطر حتمي توقع. ممكن يكون في مخاطر مش متوقعة، ده يترتب على توفيق ربنا وقدرتك على اجتياز المصاعب، لكن نتيجة حتمية لمخاطر انت عارف ان انت غرقان فما تحاولش تنزل البحر. اللي ما يستفدش من تجارب الاخرين يبقى غبي. علينا ان نتفق يعني بص شئت ام ابيت، اتفقت معايا او اختلفت معايا، ان نزلت البحر وانت ما معكش مقومات العوم هتغرق. عندك حق. فما تجيش تقول لي اصل طب علي العربي عدى البحر. طب علي بيعرف يعوم، انت بتعرف تعوم؟ طب علي ممكن لو جرب يعرف يعوم يعني. احنا مش في حقل تجارب، احنا في بحر حياه وموت. ماشي ممكن يكون بيعرف يعوم، ينزل البسين بقى يجرب. على فكره لا بس في مثلا انا معترف بيه، مثلا انجليزي بيقول لك براكتس ميكس بيرفكت، الممارسه تعني الاتقان. لازم امارس الاول. في مثل بقى بتاعنا احنا او هو مش مثل يعني هو كلام يفوز باللذات كل مغني. صح كده؟ صح. هو بص يا جدع مفيش حد هينجح بدون خساره وبدون اخفاقات. صح. مفيش حد اتولد ناجح. اسمعني بس يا عم علي، ان قانون التجاره نفسه اسمعني يا عم علي وضع مكسب وخساره. ماشي بس خليني اقول لك على حاجه، مفيش واحد هيخش يكسب كده او هيخش ينجح من غير ما يدفع ضرائب كتيره جدا. في ضريبه في الحياه وفي ضريبه في المعيشه وفي ضريبه من المجهود وفي ضريبه من الفلوس. صح. وفي ضريبه في ضرائب كتيره جدا بتدفع، بس الناس بلاش غير الظاهر عشان بس نبقى متفقين. لأي حد معاك اعمل دراسة واعمل 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 وحط أساسياتك وحط 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 الكلام ده كله جميل، بس ما كانتش عندك روح المغامرة مش هتنجح. هو بحكم ان انتوا استدليتوا في حديثكم عن الأمثال، ما ينفعش انا اجيب بقى معلومات علمية، لازم التجئ لأمثال عشان يبقى الشيء بالشيء يذكر، يبقى استدلال في موضوعه. أيضا هناك مثل يقول ريفي شويتين بحكم ان انا جزوري فيها يعني، من لم يشاركني عناء السفر لا يقاسمني سندوتشات الرحله. يعني يعني الشيء يذكر، يعني اللي ما يتعبش معايا في تاسيس البيت ما يجيش يقعد في الشرفه يشترف يرتشف معايا فنجان القهوه. لا اسف. طيب انا اسف يعني. قول اتفضل. محمد انت بينطبق عليك مثال جميل قوي ومثل انجليزي انا بحبه، بيقول دونت ورك هارد ورك سمارت. يعني ايه؟ يعني انك مش من الضروري ان تعمل بجديه، ولكن من الضروري ان تعمل بذكاء. انت انا دايما بحس فيك ان انا في الاثنين هقول لك انا في فتره من الفترات كانت ناس كتيره جدا تقول لي انت عندك حته فكر مختلفه شويه. يعني حمدي حبيبي صاحبي ربنا يخليه الحمد انا عادي الموضوع بالنسبه لي عادي، ما فكر ايه ومختلف ايه والكلام ده كله والدنيا دي كلها. لحد ما جيت في فتره قول مثلا من حوالي 4-5 سنين كنت ماسك بروجكت ما، فالبروجكت ده عملت بيه شغل معين. حتى علي كلمني في اليوم ده قال لي انت ايه اللي انت عامله على اللي بعته لي على الواتساب ده، انت بدون ذكر بس اسماء عشان اتكلم انا بدون ذكر اسماء حصل. ف
فأنا بالنسبة لي الموضوع عادي، لقيت الموضوع واخد منحنى تاني خالص في السوشيال ميديا وفي الصحافة وفي الدنيا وفي المواضيع، موضوع قلب. مين اللي كتب ده؟ مين اللي عمل ده؟ الفكرة دي بتاعت مين؟ كان فكرة عادية عادية. فبدأت أقعد مع الناس، لا أنت وصلت لدي إزاي؟ طب أنت عملتها إزاي؟ عايز توصل بيها لإيه؟ عايز أنا اللي أنا عايز أوصل بيها كفكرة معينة للناس اللي تشوفها أو وصلت، بس أنا بالنسبة لي فكرة زي أي فكرة. لكن لما تلاقي الرد الفعل غير طبيعي، لا قلت لا استوب، هنا في حاجه. فبدات اراجع الافكار بتاعتي، لقيتها فعلا مختلفه. ما كنتش واخد بالي ان الافكار مختلفه، او ما كنتش واخد بالي، او مش شاغلني ان الافكار مختلفه. انا بكلمك بجد، من النقطه دي لا بقيت مركز، بقيت مركز جدا. طب دي، طب ما ممكن تتعمل احسن هنا، طب ما ممكن تتعمل احسن هنا، طب لو زودت الشيء الفلاني ده هتبقى افضل. بدات استشير، بدات اسال. ده بالنسبه لموضوع الفكر. بالنسبه لموضوع انت بتقول لي الذكاء او المجهود، انا عندي قاعده اساسيه: عايز تنجح حط ايدك في كل حاجه، ما تسيبش حاجه لحد. انا خسرت مره عشان سيبت حاجه لحد، بدون برضو الدخول في التفاصيل. خسرت مرات وخسرت مرات مش مره. ها نرجع بقى لعلي. ماشي اتفضل. انا علي شايفك بسم الله ما شاء الله، بس عايز اقول لك شاطر. انا اسف يعني، اتفضل. هو قاموس لغه، لو تسمح لي بس في لقب المذيع تعالى تيجي تقعد هنا. لا مش هقعد مكاني يا ارجوك يا ابني والله ابعد. هادي، خلينا على الهوا مش اصحاب يا عم. هادي، هو خلينا على الهوا مش اصحاب. وبطرح علموني سؤال هنا وسؤال هنا على الهوا. اي طبعا الخوف فر وطار، ولكن على الهوا اسمع حضرتك لو تكرمت، لان الذوق العام ده من حق المشاهد مش من حقك. بقول ايه؟ انا مش فاهم. قول لحضرتك. ماشي يا علي، يلا علي نكمل دي مره. ماشي يا علي صدري. بص يا علي، انت كان ليك تجربه في المجال السياسي. تجربه؟ وكنت مرشح تجربة على مقعد مجلس النواب. انت حلو. الواضح انك عامل عني بلاني. بالظبط كده، عامل عنك سيرشنج ومجمع عنك ماتيريال زي واحد كده بس مش حاضر اسمه. الناس عارفه بالظبط مين الراجل ده. انا كده ركز. تمام اتفضل. طبعا احنا شايفين تحديات الدوله المصريه طبعا بتقبل الفتره الجايه على ايه؟ على انتخابات رئاسه. تمام. وطبعا شايفين نجاحات كتيره وانجازات كتيره في ظل التحديات اللي قام بها سياده الرئيس السيسي رئيس الجمهوريه، زي مجمعات الاستهلاكيه اللي بتقدر توزن الاسعار بشكل كبير، تطوير العشوائيات، تطوير البنيه التحتيه، حياه كريمه. احكي لي بقى يعني دورك ايه في المجال السياسي، دي حاجه، وايه مدرستك في المجال السياسي، وايه البرنامج الانتخابي اللي انت كنت شايفه مختلف عن المرشحين في مجلس النواب. حضرتك يا استاذ علي. واجابه مختصره جدا. طيب ممكن بقى يعني انت لو تتذكر طرحت لي عدة اسئلة في سؤال. جميل. فحق اصيل عليا ان انا اوضح عدة الاسئلة دي، فاديني المساحة وانا مش هطيل الوقت. حلو. في بداية الامر انت قلت لي ليك تجربة سياسية، ليها تجربة مريرة جدا. والتجربة دائما يعني كمعادلة لها ما لها وعليها ما عليها، لكن مكتسباتها جميلة. حتى لو انكر يعني مكتسباتها جميلة. دي بشق بالنسبه للتجربه، يعني ملف كامل طويته، لكن انا اديتك الشابترات العناوين اللي انا دونتها على نهايه الملف، عشان وانا بدور في البوم الذكريات ما اقفش افر في الملف عشان اقول ايه ده، لا من عنوانه هفهمه. تمام. اما بقى فكره التحديات الدوله المصريه والمجمعات الاستهلاكيه وحياه كريمه والطرق والكباري والشيء الجميل العظيم، الاشياء المبهره دي انا حلوه جميله، ولكن احنا عندنا برنامج حياه كريمه اللي حضرتك تفضلت وقلت مرحله اولى 700 مليار دولار تقريبا، ان لم يكن يعني ده تقريبي يعني ان لم تخن الذاكره، كل جنيه احنا صرفناه احنا سالفين نص. تمام. احنا كمصريين في بدايه الامر السيد الرئيس. بعد اذنك بس ممكن تتكلم، ممكن بس تكلمني عن ايه البرنامج الانتخابي بتاعك اللي انت شايفه مختلف. انت عايز ان البرنامج الانتخابي هو عادي برنامج انتخابي، ولكن هو ممكن قد يكون ان في اشياء بسيطه تميز برنامجي عن باقي الساده الافاضل المرشحين في هذه الدائره، وكلهم اخوه واصدقاء وناس افاضل جدا ان لم يكن اباء روحيين، يعني كلهم حق الاحترام جميعا. ان انا تعاملت مع برنامجي بكل وضوح وموضوعية في برواز المصداقية. والشيء الثاني ان انا مرشح من مدرسة اصلاحية، يعني اللي هم يسموها
انت عارف ان الاحياء السياسيه مدارس، وفي طبعا اليساريه والليبراليه والعلمانيه، انا مدرسه اصلا اصلاحيه مدرسه ليبراليه، بس هو ده يمكن ما يختلف بيني وما بين برامج الساده المرشحين الاخرين، ان انا كنت جد وموضوعي، وكمان كنت من مدرسه مختلفه. بس يعني اتفضل اسال في حاجه تاني، عايز تعدي شق حاجه كريمه. تمام، نرجع بقى للاستاذ محمد رمضان. طبعا فتره الكورونا كان فيها معوقات كتير جدا، وعندي حاجه بسيطه كده بتقول القيادات تولد من رحم الازمات، فانا كنت عايزك بقى توضح للمشاهدين فتره الكورونا عملت فيها ايه، وقدرت تتجاوز ده ازاي وتواجهه ازاي بكل وضوح. ايه السؤال الصعب ده يا محمود؟ بس الكورونا الكورونا كانت صعبه على الجميع مش عليا بس، خسرت فيها كتير. بس انا بنقل بس تجربتك بصوره واقعيه وحيه للشباب. ما هي مش هتنفع تيجي في سؤال. بس عايز اقول لك الكورونا كانت سبب من اسباب حاجات كتيره تنتهي يعني. انا من ضمن ان انا شغلي خسرته وتعطلت وحاجات كتيره كانت سبب من الاسباب. بس رجعت وكملت. عملت خطه ليا ان انا اكمل وارجع تاني لنفس النقطة. بس خدت معايا مسافة ومجهود، وخسرت فلوس وخسرت ناس وخسرت شغل وخسرت حاجات كتيرة. بس انا هجيبها لك باختصار. لو ليك هدف مهما كانت الخسائر او مهما كانت المعوقات بتاعتك هتوصل. يعني ممكن تتأقلم على اي وضع باي مكان في اي حتة باي طريقة، طالما انت ليك هدف، هدف شريف هتوصل. وصل لك؟ لكن كورونا سبب، لكن في ناس ما نجحت في الكورونا. بس مش النسبه مش كبيره من الناس اللي اتاثرت بالكورونا وما اتاثرتش، النسبه مش نسبه مثلا قول 10 ل 90. بس هي الكورونا سبب من الاسباب، هي كانت حجه من الحجج ان ممكن نعلق عليها الفشل. لو عاد بيا الزمن كنت ممكن اعمل بلان بي بلان سي، وما كنتش اوصل للنقطه دي. يعني النقطه كانت غلط عندك ان انت ما عملتش بلان، ان انت ازاي تحاول انت تواجه الازمه دي. انا واجهتها بالامكانيات اللي كنت شايفها في الوقت ده تنفع. يعني كنت حاطط سيناريوهات انك ازاي تتعامل مع بس الأزمة. هي بالامكانيات دي. بس لما خرجت من الازمه لقيت في سيناريوهات تانية او خطط تانية كنت ممكن اتماشى بيها. يعني خسارتك كانت مال ولا ناس؟ الاثنين. سؤال صباح بوت صاحب الاثنين، بس مش زعلان قوي يعني. لان في عيب قاتل يعني، انا ما بعاتبش يعني. وده دي قصه يعني، بسبب مخليني دايس قدامي، ان اللي بيعدي مني بيعدي ما بيجينيش خالص. وده الصح الحمد لله. وتقريبا انت خدت تجربه يعني، بس ما علينا. خلينا ضيوف لزاز يعني، مش عايزين. ولا والله بقول لكم اصل احنا اصحاب. انا خلي بالك، بس عشان الناس اللي بتشوف، انا ماسك نفسي مش عايز اتكلم، اصل هم اصحاب واحنا بنقعد المفروض على القهوه. فانا ماسك نفسي ومش عايز اتكلم زي ما بنتكلم بره. صح يا حضره الاستاذ علي. انا حضرتك انا اتفضل. قول لي يا علي، تنصح بايه الشباب ان هم يعني يقدروا ان هم يحلموا؟ لان طبعا الحياه سؤال فيها صعوبات كتير. يعني سؤال صعب قوي، لان انا دايما نصيحتي انا عايز بس اقول لك، ما تاخدش نصيحه من واحد بيشرب القهوه ساده. لان هو يعني اعتاد يعني يتجرع المرار يعني. فان ان 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 اراد ان يتفوه اليك سيعطيك اشياء. اي نعم هي مره، لكن مرارتها هتفوقك. احنا ليه بنشرب القهوه ساده؟ رغم مرارتها قال لها بتوقظنا، فنستطيع ان ننظر الى الحاجه بوضوح. سيبك من القهوه دلوقتي، خليني بس اكمل. انا لخصتك اللي بيقوله، خلص لك اللي بيقوله. بقول لك ما تاخدش نصيحه مني، علشان هو كم الخسائر اللي انا خسرتها بتخليني اخش واغامر، وعارف ان انا حتى اصلا مش هخسر اكتر من اللي خسرته. بالظبط صح. واصله لك؟ صح. انا يعني اتكلم بلدي يا اخي. يعني انا لست اجيد البكاء على لبن مسكوب. صح. يمكن من مساوئي واللي هو فيه دلوقتي، ان كان من استثمارات او مشاريع او نجاحات او حاجات سياسيه او حاجات اجتماعيه، الكلام ده كله ما ده ناتج من تجارب وخسائر وي 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 وي. وفي الاخر هو دلوقتي لما بيجي يعمل حاجه، البلان ده او المشروع ده انا هعمله، انا خلاص ما انا جربته قبل كده وخسرت فيه وعارف مشاكلي فيه ايه. فيلا ما حد بنقط ضعف ونقط قوه يعني. اوريدي
وضع يدي على مواضع جروح. بس عشان محمود تاه مننا شويه. هو محمود عايز يوصل يا جدعان الناس تبتدي منين إيه؟ بالظبط كده. انا اقول لك الناس تبتدي منين؟ بقول لك بره الناس تبتدي منين؟ انا اقول لك على مش هنستخسر نصيحه ببعض لان احنا كنا زي يعني ما زلنا زي الفئه العظمى من الشباب التي تجلس على رصيف الانتظار تنتظر قطار لن يمر من امامهم وهو قطار الوظيفة. عزيزي الشاب أو صديقي أو أخويا أو صاحبي في الريف أو في المدن في اتساع الوطن يعني في ريف الوطن في مدني واتساع محافظاتي إذا كنت منتظر أن يأتيك قطار الوظيفة لكي تركب بعربتك لتجلس على كرسي الموظف فأنت تهدر عمرك. صح. لن يكون هناك وظائف والقطاع الخاص متروك على مصراعيه لمن يريد أن يعمل ولدينا نماذج عدة أرى إن أتيت بجنيه آخر اليوم أفضل ما تستلفه لو تشتغل بجنيه آخر وتصرفه آخر اليوم أفضل ما تصرف ما تستلف الجنيه اللي هتصرفه إن قدرت تجيب جنيه آخر اليوم بكرة هتقدر تجيب 10 بعده هتقدر تجيب 100 بعده هتقدر تجيب 1000 بعده هتبدا تفكر ال1000 جنيه انا كل احتياجاته منهم 100 ومعايا 900 هوديهم فين ركنتهم على فكره انت راكنهم يعني كده ما انتش عارف تعمل بهم ايه لما يبقى معاك 2000 جنيه هتبدا تفكر ازاي تستثمرهم فمن هنا هتجيك الفرص لا تاتي للنائم وكان في حد بيقول علمته الرمايه فلما اشتد ساعده رمان ده كتير. فقال له يعني ايه طب انا اهرب ازاي من السهم بتاعه قال له اقف بجوار الرامي اقف فين بجوار الرامي انت عايز تنجح شوف واحد ناجح واقف جنبه حلقتنا مرت على طول بس انا كده عايز في اخر الفقره اسال اسئله سريعه وصريحه ورد يكون واضح وصريح ومباشر نبتدي بالاستاذ محمد رمضان مش ممكن مين الشخص اللي بتامنه على اسراره على اسراري سريعا في حاليا ولا زمان لا دلوقتي مفيش غير زوجتي تمام نقطه ضعفك ايه علي اهو ليس لدي نقاط ضعف اعلمها قد يكون هناك نقاط ضعف لا اعلمها لكن انا لا اقف عندي شيء ايه العيب اللي عندك ومعترف بيه ما بلومش ولا بعاتب مش بتلوم اه ولا بتعاتب خالص مهما كانت الخسائر ده عيب قاتل فيا ايه العيب اللي عندك يا علي؟ العند عنيد في النجاح ولا عنيد في المواقف في كل شيء في كل لو الكوتش بتاعي عنيدني مش لابسه لا اخفى عنك سر لو صباعي عنيدني بقطعه ايه طبعا الحلقه مرت بينا ما خلاص الحلقه بتاعتنا عدت على طول الحمد لله ايه طبعا الحلقه كانت جميله ولذيذه واتمنى ان انا يعني اكون وصلت لكم الفكره ان احنا لازم نتعب ونعافر ونجتهد وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده واستنونا في حلقه جديده في برنامجنا طريق النجاح.